في وقته 40 دقيقة. زين هسه انتم انتبهوا معي، شيل بس اريد انا مخلص انا من احمد. احمد الباقي الموجودين تراجعون الشيء اللي اخذناه مع الحروف الجر وفعل فاعلي اللي هو هذا الفعل من افعال المجموعه الاولى. دقيقه شريد من عندكم عاد تسمعون الباقي؟ ماكو بس ثلاثة، أنا وأنت ومحمد سالم. أحمد مباشرة دزهم رسالة قول لهم ادخلوا أستاذ صفوان فتح صفحة جديدة. الله على ضرب العشاء أستاذ، تعال تفضل معاي. عيش تسلم. أحمد بس دزهم رسالة. أحمد أسد. نزلت لهم رسالة أحمد. السلام عليكم. بس قلنا لهم ادخلوا على صفحة جديدة وهذا هو مع أستاذ صفوان. زين انتبهوا معايا هسه. نحن اخذنا فعل بارلي. اكو هنا تكلمنا قلنا ناخذ هاي مختلف الاسئله، يعني مثلا يجينا سؤال ايش في السؤال؟ ايش يكون هذا السؤال؟ انتبهوا معايا نقول كيل جور اس او جوردوي. كيل جور اس او جوردوي يعني في اي يوم نحن؟ نرجع نجاوب ونقول اوجودوي سي اليوم. ايش اليوم؟ الاربعاء. نقول اوجودوي سي ميركودي لو سي لو نوفيميام جوان. سي لو نوفيميام جوان لان نحن بيوم الاربعاء التاسع من حزيران. وصلت الفقره؟ تسمعوني طلاب؟ بس ممكن تعيد يعني هسه يعني فتنا على المحاضره. راح اعيد ومرت اللق ما اعيد حتى لان سجلي اصلا راح تسجل هذه. نقول كيل جور اس او جوردوي. كيل جور اس او جوردوي يعني في اي يوم نحن؟ هذا اي ما يوم؟ راح نقول او جوردوي سي ميركودي يعني اليوم هو يوم الاربعاء. سي لو نوفيميام جوا. سي لو نوفيميام جوا يعني اليوم يوم الاربعاء التاسع من حزيران. سيلو نوفيميم اجواء التاسع من حزيران. انتبهتم؟ اوجوردوي سي ميركودي سيلو نوفيميم اجواء يعني نحن راح نغير التاريخ، نحن ما نعتمد على هذا لان هون هذا ترجمته شو يقول؟ اليوم يوم الخميس الواحد من شهر مايو. فنحن نغير الوقت والتاريخ. تسمعوني طلاب الباقي الطالبات؟ نعم استاذ اسمعك زين. زين انا راح اعيد وخشى من يقرانه. كيل جور اس او جوردوي، من يقرا هالسؤال؟ كيل جور يا ماما. احمد خليل. احمد خليل اقرا. كيل جو برافو اس او جوردوي. اس او جوردي. راح نقول او جوردي. او جوردي. سي ميركودي. سي ميركودي. برافو. لو حتى السي احذفوها هاي اللغة. لو نوفيميام جوا. لو
نوفيميم. لو نوفينيال. برافو، يعني التاسع من حجيران. سؤال الله، مثلا هذا ولو تعفونه اللي هي ايام الاسبوع، مثلا شخص سالني كيل جور او كيل سون لي جور دو لا سومين، كيل سون لي جور دو لا سومين، يعني ما هي ايام الاسبوع، وتبدي ايام الاسبوع اللي هي لاندي ماردي ميركودي جودي فوندرودي سامودي اي ديمونش، ولاندي هو يوم الاثنين. زي من يقرا ايام او تقرا ايام الاسبوع؟ عائشة. عائشة فارس. نعم أستاذ. اقرأي أيام الأسبوع. لاندي. لاندي ماضي. برافو. أستاذ هاي مع أنت اقرأها. راح أعيد. كودي. ميركودي. جودي. لاندي أبي. سامدي. إي ديمونش. سامدي سوري سامدي. ديمونش. زين. شخص سألني إيش قال؟ Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Combien معناته كم؟ يعني كم يوم يوجد في الأسبوع؟ طبعاً الأيام الأسبوع كم يوم؟ سبعة أيام. راح نقول له in semaine à sept jours. In semaine à sept jours. يحتوي الأسبوع على سبعة أيام. In semaine. أنا راح أقرأها وأريد أنتم تقرأوها. In semaine à sept jours. عائشة قرين. In semaine à sept jours. In semaine. Eh, aset. Ha, aset jour. Bravo. يحتوي الأسبوع على سبعة أيام. طبعاً الآ هذا ما التصريف مع الفعل avoir. يعني مثل verb to have. زين. سؤال الله. Quels sont les mois de l'année? ما هي أشهر السنة؟ أشهر السنة كنا أخذناها اللي هي janvier. فيفريي جانفيي ايما شهر جانيوري شهر الواحد جانيوري بالعربي بالانجليزي جانيوري شهر الواحد اي شهر الواحد اعرف ايش ترجمته جانيوري ايش ترجمته شهر الواحد بعد القانون الثاني كنت تسترين برافو برافو نقول كانون الثاني كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار وهكذا نحن ما راح نقول شهر واحد نقول كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار زين نجي نقرأ أيام أشهر السنة اللي هي جانفيي فيفريي مارس أفريل ماي جوا جويلي أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر نقرأهم هسه أنا راح أقرأهم وترجع تقرأهم janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. منو يقرا او تقرا دقيقه انا راح اختار استاذ علوم ثم سالم يشارك خطيه بالماسنجر يقول معي صحيح زين محمد سالم يلا وين محمد سالم يمكن مايك ما يشتغل عنده صار مايك معي على الباقي دقيقة منو معانا بعد الباقي وين عمر ماجد خلصنا كوي هذا هو يعني عدنان موجود زين عدنان ما شاء الله من شاطر عدنان نعم استاذ يلا اقرا اي اشهر السنة ايه ماشي استاذ جانفري فيفري مارس افريل ماي جون جولاي لا عدنان قلت ماي تمام نقول جوا جويه جوا جويه اوت جويه برافو اوت نوفمبر سبتمبر لا اوت سبتمبر اكتوبر ما شفتهم بالشاشه سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر برافو زين شخص مثلا يسالني او انت بتسالوني راح اقول استاذ كومبيا دوموياتيل دانزون اني كومبيا دوموياتيل دانزون اني يعني كم شهر يوجد في السنه كم شهر نحن 12 عندنا راح نقول ان اني ادوزو موا يعني تحتوي السنه على 12 شهرا
إن أني أدوزموا تحتوي السنة على 12 شهرا. يلا أقرأ قولوا إن أني إن أني أدوزموا. من يقرأ السؤال الجواب؟ يلا منو دقيقة الموجود عائش ريان. نعم استاذ. اقرأ الجواب ولو انا كنت بدهوك ما انتقل. إن أنا أدوزو موا. إن أنا أدوزو موا. موا. ريان الساعة انت ساكنين بدهوك غير حاليا؟ نعم استاذ. ويصب بدهوك؟ تناهي قلت؟ استاذ أنا بالدوام مفرقة لوكا بالسيطرة. أها أها الله يقويك. زين الله يخليك استاذ. هنا إن أنا أدوز موا يعني تحتوي السنة على 12 شهرا. زين نعم استاذ. سؤال الأخ مثلا نحن نسأل أش راح نقول؟ كيلو موا أو أون كيلو موا صوم نو. أون كيلو موا صوم نو يعني في أي شهر نحن؟ أون كيلو موا نو صوم أو صوم نو. راح نقول نو صوم أون بس ننزل هاي الأون ونقول نو صوم أون جوا يعني نحن في شهر حزيران. نصوم أون جوا. زين اقروها هذه ريان اقراها الساعة تلين ريان غير إشارة تمين. نصوم وقول نصوم نصوم أون جوا. أون جوا. برافو. زين طلاب طالبات الساعة نحن يخصي أبوك وصف دغيا هوني الشيء يعني you are welcome. هوني انتبهوا معي الشيء أريده منكم. نحن أخذنا هاي الورقة، هاي الورقة تنكتب واجب مثل ما موجودة يعني من حد أحرف الجر إلى النهاية. زائدا أريد منكم واجب الصرفون هذا فعل بارلي أنتم. طبعا هذا فعل من أفعال المجموعة الأولى وسهل تصريفه. والدزولي الواجب مثل ما مكتوب بالورقة تكتبونه لأن ما راح ترجعون تعيدون الكتابي. هوني راح يندرخ عندكم هذا الموضوع اليوم. وبنفس الوقت تصريف فعل بارلي اللي هو إهذا راح هسه اكتبه هوني على الوورد. فقط تصريف والله استاذ مفهوم مفهوم استاذ والله إيه ما يخالف. لا احنا يعني افتهمناه حلو واضح. اي ما يخالف. دقيقه إيه طبعا فعل بارلي اللي نقول عليه اللي هو إهذا خلي اكتبه هوني بالوسط هذا الفعل يعني موجود بارلي. ما هوني أسا infinitive يعني infinitive مصدر. هذا فعل بارلي. هذا فعل بارلي الصرفون مع جميع الضمائر يعني إيش نصرف فعل speak أقول I speak you speak he speaks she speaks it speaks we speak you speak they speak. فعل بارلي أيضا الصرفون مع جميع الضمائر. وصلت؟ وصلت. مفهوم طلاب المطلوب منكم إيش راح تعملون؟ الواجب الاسبوعي ان شاء الله ان شاء الله اريد منكم الواجبات القديمه ما غديت انها خبر عليها صحيحه ما صحيحه تمام اسرح المحا ما انا اللي انتم عندي ما شاء الله يعني انتم تعرفون مرحله اولى وثانيه المرحله الاولى عددهم لا قليل الثانيه لا قليل وانتم الثالثه ما شاء الله والرابعه اخر شيء اقل مرحله فهوني اطلع على مجموعه من الواجبات وارجع اصحح يعني والاكثريه ما شاء الله ما بهم اغلاط قليله فراح اطلع على الواجبات مالكم وادش لكم الجواب بس هوني انا المطلوب طيب استاذ يا ريت نمر قبل الامتحان حتى نعرف ليش نحن غلطانين ان شاء الله بس الشيء المطلوب منكم مال اليوم اليوم تكتبون هذا مثل ما موجود الشيء اخذناه مو فوق والقريناه لي حدوني وترجعون الصرفون فعل بارلي وتراجعون على الوورد رجعت من المحاضره وانا راح انزلها ساعتها على اليوتيوب وهم حتى الطلاب اللي ما رجعوا يراجعوها تسجيل مالتها أسبوع الآخر إن شاء الله مثل ما قلنا الظهر راح نحن نراجع المحاضرة اللي هي محاضرة عندكم الصباحي من 10:30 إلى 12:30 أما التقريب المغرب راح يكون الامتحان الفصلي بس الامتحان انتبهوا من 40 يعني أريد الكل يدرس عرفتم من أشغل الدرجة أستاذ والملازم أمتى الملازم أمتى راح تكمل الملازم يعني
حتى نقرا بيها الملازم. لا ما الملازم راح هوني انا ما قلت لكم نتواصل مع ريان. انا راح ادزله رساله يبعث لكم اللي هي الملزمه على شكل ملف. انا راح اخابر اسامه بالاحرى بعث لي ورقمه يدز لكم هو ريان. راح ادزله ريان يبعث لكم على شكل ملف وانتم بقى تريدون تحفظونه بالحاسب بعدكم وتطلعون عليها مثل ما هاي الورقه او تريدون تستنسخوه عند ابو الاستنساخ انتم حرين. ان شاء الله استاذ شكرا. ان شاء الله. بعد استاذ الاربعاء على مود المحاضره الاولى. ايه مراجعه من البدايه يعني ان احنا انت تعرف ايه مراجعه ما دخلنا ما كنا بالبدايه راجعنا من البدايه يعني ما مشكله. لا نحن ايش راح نعمل اليوم لان هي يا وقت طويل من 10 ونص لل 12 ونص. تمام راح نعمل مراجعه يعني ولو شيء بسيط نرجع النبي من البدايه. نحن راح نراجع مراجعه شامله بسيطه بس الشيء اللي اريده منكم دقيقه احمد ما كان انتم المفروض لكن انا ليش عاد انزل المحاضره على اليوتيوب يفوت على التسجيل مرت اللي هو مسجل التاريخ ويراجع المحاضرات الموجوده. انتبهت مش عاد اريد منكم لكن اذا هاكد ما يحتاج انزل هسه المحاضره المسجله. طلاب طالبات انتبهت مش عاد اريد استاذ بس ممكن تشرح تعيد الشرح هذا بصوره هيك سريعه. لا ماكو زحمه. لا ما راح. لا هي ماكو كل زحمه. عفوا سؤال اي جواب استاذ المشاركه هنا عليها درجه ولا لا؟ والله ما هنا الامتحان الالكتروني هو من 40 يعني هنا بس انتبهوا معايا ما مثل الحضوري. الحضوري اي صحيح الحضوري انتم موجودين معايا ومثلا ننطي درجه من 10 عليها مشاركات. هنا الامتحان الالكتروني بس انتم المشاركه بيش حتستفادون انتم حتراجعون الماده وال اللي سألت الطالبة قالت مراجعة سريعة أريد أسا ما راح أنزل التسجيل على اليوتيوب ارجعوا اسمعوا المحاضرة مثلا اللي ما كان معانا والما موجود اسمعوا المحاضرة من البداية سمع مباشرة حتى استاذ خلي كرم استاذ خلي كرم منك حضروا خمس درجات. شلون خلي كرم من عندك حتى لو خمس درجات. ما يصير ما يصير ما يصير. بالنسبة للامتحان عتقول علينا من 40 هو هذا الوحيد اللي راح نمتحنه. ما راح نمتحن ليش ما نعمل من 2 و 1 من 20 يعني تريدون امتحانين 20 من 20 يعني يكون أفضل تكون عندنا فرص أكثر من نجمع درجة. ما يشكال ما يشكال بس أنا ايش راح أعمل راح احدد لكم ايما مواد داخله من الامتحان من 20 ونخلي باقي المواد من الامتحان الاخر من 20. طب ما انت ترشح هذا الشيء افضل من انه تكون محاوله وحده من 40 ويا نفشل يا ما نفشل يعني يمكن تكون افضل. تفشلون انت ما شاء الله بامتحان النهائي جاوبتم ليش تفشلون؟ يعني هو الامتحان راح يكون اختيارات وصح وغلط. هو بكل امتحان استاذ يعني تكون اكثر من محاوله افضل من محاوله وحده. ما يشكال اعمل لكم هو امتحانين ما يشكال. يلا نعمل امتحانين ما يشكال يعني بس كل اشياء راح نعمل ما نتاخر لان انت ما ترشح للسنه خلصت. هذا الاسبوع الجاي راح نعمل امتحان واسبوع اللي بعده مباشره امتحان الاخ. عادي ما عندنا مشكله اذا كانت المواد اللي راح تدخل بالامتحان هي هاي اللي حتنزلها وهي واضحه ما ينغاد لها شيء فما عندنا مشكله. راح نعمل امتحانين انتبهوا معي 20 ب20 هذا الاسبوع اللي راح يجي ان شاء الله امتحان من 20 واسبوع الاخر من 20 تنجمع الدرجه من 40. اوش استاذ شكرا. عفوا زين بعد اكو سؤال استفسار؟ استاذ العفو عندك وقت لو لا؟ ايه قول ريان ايش عندك؟ استاذ بس مال ايام الاسبوع اذا تقدر تعز لنا اياها. ايه يعني وايام اصلا نحن هاي كنا اخذناها بس اكو مواضيع ما كنا اخذناها جديد. ايام الاسبوع يعني انسومين اسيد جو يعني يحتوي الاسبوع على سبعه ايام. انسومين اسيد جو يحتوي الاسبوع على سبعه ايام اللي هي لاندي ماردي ماردي برافو ميركودي 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 برافو يوم الاربعاء جودي جودي يوم الخميس فوندغودي يوم الخميس فاندردي
جمعة، سامودي سامودي ديمونش إيمونش، يعني الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد. لاندي الاثنين، طيب ليش يبدأ من يوم الاثنين؟ إيه ما هي معطلتهم السبت والأحد. تمام صار هي يمشون على الجدول مالهم. فلاندي يوم الاثنين، ثلاثاء ماردي، ميركودي الأربعاء، جودي الخميس، فوندودي الجمعة، سامودي السبت، وديمونش الأحد. شكرا استاذ تعبتك فيها يا منو. عفوا عادي. الله يخليك استاذ منو رحمه الله دي. لا 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 طلاب طالبات أستاذ أنا مرة حنهي المحاضرة مباشرة راح أنزلها على اليوتيوب وأدز لكم الرابط مالتها المحاضرة كاملة من بدايتها لنهايتها. واللي ما دخل واللي ما حاضر يدخل يسمع التسجيل، واللي يريد يفهم أزيد يعيد التسجيل، وتكتبون الواجب مثل ما قلنا. ووصيتكم على الأسبوع الجاي إن شاء الله أعيد مرتلق لنهاية الظهر ناخذ مراجعة شاملة راح نمتحنها للمواضيع من 20، ونرجع المغربية إن شاء الله المحاضرة اللخمة جماعة المسائي بيكون عندنا الامتحان. الامتحان من 20 أو من 24؟ لا راح يكون من 20، نعمل امتحانين، امتحان هذا من 20 واسبوع الأخ من 20. أوكي. أستاذ زين يعني المواد اللي داخلة بهذا الامتحان اللي راح نمتحنه أشنية بالضبط؟ أي أنا راح أقلكم أشنو هي، راح أكتبها لأحمد خليل، وأحمد خليل أو ريان راح أنطيها ريان ويرجع ريان يدز الكمية على المجموعة إن شاء الله. أستاذ زين يعني الكمادة يعني قلت راح يعني تبعث لنا هي إيش يعني بس يكون يعني الوقت قريب حتى نقرأها قبل الامتحان. هو أسعت من نخلص أسعت أنا راح أبعث الريان ها راح أقول له أي ما صفحة أنتم تدرسون على الصفحة هاي الموجودة يعني دخلوا راح أقول له صفحة 30 تدرسون صفحة 30 والتمارين اللي قلنا عليها مثلا لنفرض صفحة 40 تطلعون صفحة 40 تدرسون عليها وهكذا. أستاذ يعني أنا قصدي على المادة قلت يعني ما احتصلنا كملزمة قلت راح تبعث لنا عن طريق يمكن ريان ما أعرف يعني قصدي إيمتى احتصلنا المادة حتى نطق نقرأ بقى أنا راح أقول له حتى نطق نقرأ يعني ما تنبه هسه أنا راح أخابر أسامة وإن شاء الله اليوم أحاول يبعث لكم إياها إن شاء الله حتى يعني اللي حق نقرأها المادة قبل الامتحان إن شاء الله إن شاء الله. عندكم بعد سؤال استفسار؟ شكرا أستاذ. عفوا والله عندكم سؤال استفسار بعد هذا هو؟ بعد يعني عادي نسأل ما يخالف؟ شون؟ بس أسألك سؤال إيش علاقة أيام الأسبوع والأشهر بالموضوع اللي أخذناه؟ ما له علاقة هاي مواضيع؟ ما له علاقة هاي لا 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 هاي مواضيع مختلفة يعني هاي أيام الأسبوع إحنا أخذناها عام الأول وأخذناها بالكورس الأول أيضا يعني ما هوني مرتبطة يعني ثالث مرة تمر علينا عائشة يعني ما هاي مرتبطة مع الفوق الأسئلة أنت فهمتي إيش قلت من مكتوب كيجو إس أو جوغدوي في أي يوم نحن هاي أصلا ما كنت أخذتها وأنا متأكد فهوني تعرفون أشون يجاوبون لازم نراجع معاها أيام الأسبوع وأشهر السنة حتى تحفظوها يعني راح أقول أو جوغدوي سي مثلا ميركودي لو نوفمبر مجوا زين غير نراجع أيام الأسبوع وأشهر السنة حتى تعرفون أشون يجاوبون إيه أستاذ هسه وضحت الفكرة تبعت مشوم من عقول في أي شهر نحن غير تراجعون أشهر السنة حتى تعرفون شلون تجاوبون تمام أستاذ أكو بعد مواضيع لو توقفنا هذا هو لا أسألي هوني توقفنا بس فقط نبور الامتحان من خلصنا امتحان نكمل بعد مواضيع إيه أكو مواضيع بس المواضيع عندكم سهلة يعني كوي هي عامة أصلا حتى لما توصلون المرحلة الرابعة سهلة يعني القواعد مال المادة اللغة الفرنسية سهلة جدا انتم اغيد تتعبون نفسكم باقي المواد. اكو سؤال استفسار ان شاء الله ان شاء الله لا من ناحية كلام الدلل وهسه راح انزل المحاضرة وراجعوها وانا اخابر اسامة يبعث لكم الملف ان شاء الله وادز لكم المواد ايما صفحة وايما صفحة داخلة وتدرسوها. شكرا استاذ. عفوا واتمنى لكم سفرة سعيدة. مشكور استاذ مشكور. عفوا سلام.